قالت إذاعة إسرائيلية إن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين من رفح جنوبي قطاع غزة في إطار عملية محدودة النطاق، حيث تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه بحاجة لنقل 100,000 شخص. ووفقا لما أوردته الإذاعة، فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاءهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين. فيما نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يشجع سكان شرق رفح على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة، وأنه لن يضع إطارا زمنيا لإخلاء المدينة وسيجري تقييمات عملياتية. الاحتلال الإسرائيلي أخبر الناس أنها تذهب إلى رفح وأنها منطقة آمنة، واليوم بقول لك اطلع من رفح. طب وين تروح الناس؟ اين ستذهب كل هذه الجموع؟ 1.5 مليون أو 2 مليون بني ادم وين بدهم يروحوا؟ الى اين سيذهبون يعني؟ ايش يروحوا على البحر يعني؟ وين بدها تروح الناس بعد ما اخبرونا انها منطقه امنه؟ يعني بدهم يبيدوا الناس اباده جماعيه. هذا اللي حتفهم، هذا اللي فهمناه يعني. صحينا الصبح على الساعة 3 على المطر، وغرقنا من المطر، وغرقنا من كل أواعينا غرقن، كل غراضنا غرقن، وإحنا في الشوارع. وصحينا كمان على خبر أنكد من هيك، خبر إخلاء رفح، وهذه أكبر مجزرة بدها تصير، أكبر كارثة بدها تصير في رفح. نزحت من وراء قاعد صراط، من صراط جيت على رفح، هاي مبهددوا في رفح. يعني بدي اعمل مجازر هان في رفح، حتكون اباده جماعيه، احنا صراحه مش عارفين وين نروح وين نيجي. فالله المستعان، بين الله.